جولة غاب عنها الزمالك والمصري بعد تأجيل ماتشهم سوا في اللحظات الأخيرة وتغير فيها فرق مثلث الهبوط. أهلا بيكم في أخطر دوري في العالم. أفضل 11 بدأوا بعماد السيد حارس الاتحاد اللي طمن دفاعه جدا بقلة الأخطاء اللي عملها ضد طلائع الجيش عكس الماتشات اللي فاتت، وحتى لما اضطر ان هو يتسبب في ضرب الجزاء علشان يمنع جول مارادوني حلو قوي لتالانداي بهدوء جدا قدر ان هو يتصدى ليها ويمنع الجول. في خط الدفاع عمر جابر قدر ان هو يشكل جزء كبير من خطورة بيراميدز على المقصة، عمل جبهة يمين قوية جدا وبمشوار حلو قدر ان هو يبتدي صناعة الجول لعبدالله السعيد. ياسر ابراهيم مدافع الاهلي وافضل مدافع في الجولة من غير اي منافس، قدر يكسب كل الالتحامات الأرضية والهوائية مع رقابة لمهاجم مميز زي محمد سالم مهاجم المقاولين اللي خسره كل خطورته، خرجه بره منطقة الجزاء وخلاه يتطرف كتير. محمد أنور مدافع الاتحاد وصاحب الأداء الثابت في الأسابيع الأخيرة ما تأثرش بغياب زميله محمود رزق وقدر انه يعمل دويتو جديد مع إسلام جمال ويمنع كل خطورة طلائع الجيش. معاهم محمد حمدي باك شمال بيراميدز اللي قدر انه يسجل الجول الثالث في المقصة بعد اداء كويس جدا. في نص الملعب عمرو السولية، تتغير الاسماء في خط وسط الاهلي ويفضل السولية ثابت في مكانه، وللماتش الثاني على التوالي هو اللي بيصنع اغلب الفرص لهجوم الاهلي، وضد المقاولين هو اللي صنع الجولين. مع عبدالله السعيد اللي عوض الاحتفال اللي ضاع عليه بجوله المية في الدوري في الماتش اللي فات بسبب القرار الغريب لابراهيم نور الدين باحتساب جوله في الاتحاد باسمه، وانتقم بالجول 101 و102 في المقصة. احمد رفعت بهدوء كبير حسم للاتحاد الثلاث نقط ضد طلائع الجيش، سجل الجول الثاني وصنع الجول الثالث لخالد قمر. في خط الهجوم حسام عرفات نجم وادي دجلة اللي عمل واحدة من اقوى ماتشاته ضد اسوان، استغل المساحة الكبيرة اللي ورد فيها اسوان وشكل خطورة وسجل جول وسجل الثاني لولا تدخل زميله احمد حسن اللي عتنن عليه في لقطه هي الاغرب الجوله دي، مع زميله عبد الكريم الوادي اللي بفضل سرعته خلى فيه مساحات في دفاع اسوان شبه الشوارع، قدر ان هو يتحرك بسرعه جدا من الطرف للعمق ويسجل جول علشان يامن فوز وادي دجله. محمد شريف مهاجم انبي اللي دايما بيظهر في الوقت الصعب ويسجل جول المكسب لنادي مصر علشان يوصل لجوله الثامن في الدوري ويواصل منافسه عبدالله السعيد على صداره الهدافين. فريق الجوله الاتحاد السكندري بعد غياب 4 ماتشات عن الفوز بيرجع سيد البلد للانتصارات على حساب طلائع الجيش 3-0. صحيح الثلاثية اتأخرت للشوط الثاني، لكن الاتحاد بدأ بتشكيل هجومي قدر ان هو يتسيد بيه طول 90 دقيقة، حتى لما الفوز اتأخر كان لاعبيه بيقدموا اداء هادي جدا علشان يوصل للنقطة 25 وبيرخم على الزمالك في المركز الثالث. افضل لاعب في الجوله عمرو السولية بعد مشاركه السولية لحمدي فتحي وقفشه واليو ديانج جه الدور علشان يشارك محمود متولي في خط وسط الاهلي، والشراكه دي كانت ناجحه بنسبه 100%. السولية استفاد من التزام محمود متولي بادواره الدفاعيه وواصل صناعه الفرص للماتش الثاني على التوالي، والمره دي بيحسم لفريقه 3 نقط مهمين ضد صاحب المركز الثاني بجولين لحسين الشحات وليد سليمان. مدرب الجولة أيمن المزين، مدرب طنطا عنده عادة ما بيغيرهاش، بيقدم هدايا فرعونية لمدربين الفرق المنافسة، بس من الواضح إن الهدية دي مش عشان بس ذكرى حلوة، لأ علشان تثبيت مدربين المنافسين. ضد الأهلي يمكن الموضوع منجحش، لكن الموضوع ده مش بيفشل على ملعب طنطا، وبيدرو بارني مدرب الجونة كان الضحية المرة دي. فوز طنطا رفع رصيده ل 13 نقطة علشان يبعد شوية عن مثلث الهبوط. أجمل جول في الجولة جول إيمانويل أوكوي للاتحاد في طلائع الجيش. حلاوة الجول مش في الصاروخ بس، لأ، بداية من الاستلامة بترقيصة بعد بيها فرانك إنجونجا لاعب الجيش، وبلمسة واحدة شمع كورة في المقص على يمين محمد بسام اللي وقف يتفرج عليها زيه زي أي حد. مفاجأة الجولة بتصرف غريب ومش مفهوم، قرر أحمد حسن مهاجم وادي دجلة المتسلل إنه يتدخل في كورة
كانت داخله جول اسوان فعلا بعد لوب زميله حسام عرفات. وطبعا احمد حسن اتسبب ان جول جميل يضيع على زميله، ولولا ان فريقه كان كسبان 3-0 كان ممكن يحطه في موقف صعب. الغريب مش ان احمد حسن كان اوفسايد وقرر ان هو يتدخل، الغريب ان مهاجم وادي دجله قرر ان هو يتدخل في كل الاحوال في كوره كانت فعلا عارفه طريقها للشبكه. والاوفسايد عقاب مستحق تماما، والسخريه على السوشيال ميديا اكيد احمد حسن مش هينساها، وهتفرق معاه كتير في قراراته في الملعب في المستقبل.